جدا رائعة وجدا جميلة، وتفاعل الناس مع معرض الكتاب كان جدا رائع وفاق توقعاتنا، ولاحظنا تلهف الناس وشغفهم لهذا المعرض منذ اليوم الأول. عربيا الشعب الكويتي هو أكثر قراء، 80% من الشعب الكويتي يقضي إذا 3 ساعات 4 ساعات كل 3 أيام بالقراءة. أفضل مبيعات ليس حضور، مبيعات كتسويق هو الكويت، يدلك أن الشعب الكويتي يقرأ مع أنك أنت بتاريخ 18 شهر باقي رواتب، لكن الشعب يدفع مقابل العلم. يعني أنا حاط لك في جزء بالكتاب دخول إبليس على النبي يحيى، لكن النبي يحيى طلب من إبليس أن يظهر له بشكله الطبيعي، فأظن أن هذه المعلومة نادرة يعني مو موجودة بكثير من الكتب، وأيضا حاط مصدر للمعلومة. إجراءات الكويت أسهل إجراءات تنعمل بالفعل بأي معرض. الطفل إذا تعود على عينه على قراءة الكتاب وأنه هو يمسك الورق ويبدي يحاول هذه المحاولة، راح نشوفها عندما يكبر، راح تكون هذا الشيء معاه دائما مستمر، أنه هو يزور المعارض ويبدي يختار الكتاب المناسب حق عمره واللي مناسب لهواياته ومناسب له هو شنو يحب. طبعا أنا جيت من السعودية خصيصا لهذا المعرض، صراحة المعرض أعجبني كثيرا، خاصة أنه كتب متنوعة جميع الفنون ما شاء الله تبارك الله، وهذا اللي خلاني صراحة أجي هنا. بلد خير، بلد فيه بركة. كتب لأن آخر مرة ميتيت معرض كنت بشتري كتب ما شريته، علشان أشتري كتب واستفيد منها. نفسها يعني أشتري كتب واستفيد منها.